شعب دون انسان. نناقش المدارة الجديدة بالاسراع في التخطيط مدينة مديان ومراجعة الاخطاء الجسيمة في بعض الطرق الداخلية وانشاء وفتح مجال قبل الخريف. ونعيد الادارة الجديدة باستعدادنا التام للتعاون معه ونخرج من باب الدرب فلنكون اول مشيعين له. وتقتفي نقمة الفساد وتكون شعارة الادارة الجديدة الامن اولا. اقول لرئيس الادارة الجديد أن أي مواطن دين كنوك عن بكرابية تتجه نهوك ونهو إدارتكم فعمل على سعادتهم ودعوا الأمن والتنمية من جبينكم ودعوا الأمن والتنمية من جبينكم كالعرق فرسالتكم منذ الآن يجب أن تكون من أجل الشعب أو من أجل مواطن أبيل ونتمنى أن تكون لأبيل إذاعة FM لتعكس ثقافة المنطقة وتقوم بنشر قضايا المنطقة بالأخص الستة. ونتمنى ان تقوم الاداره الجديده بفك تقديس قوات المشتركه في مدينه الدين بينما تفتقر الريف لذلك القوات. ونناشد باسراع بانشاء السلطه القضائيه او تعيين قاضي مقيم في الدين. ونناشد الاداره الجديده بتاسيس خدمه مدنيه فعاله لانها العمود الفقري للتنميه. ونناشدهم بإعادة النظر في بعض المؤسسات التي أخفقت في تقديم الصورة المثالية للمتغربين. ونناشد بحشد الدعم والطاقات لإنشاء مهد دائم لتحويل المعلمين وأخرى لتحديد التدريب المهني لحل معضلة الفاقد التربوي. نناشد أيضا بتنظيم الإدارة الأهلية ودعم المعوقين وأسرة الشهداء ومشروعات خدمية وإنشاء قيمة مستقلة لإدارة نسيب المنطقة من البترول. وأخيرا نتمنى أن يتم تطبيق خارج طريق تنمية دبي وليس خارج اتفاق دبي. لأن خارج طريق تنمية دبي هو المخرج الوحيد لتحقيق التنمية في منطقة دبي. ودمتم وطامة تطلعاتنا نحو حياتنا أفضل وشكرا. تغيير وي الآن جمع الكريم كما استمعنا إلى كلمة من ممثل الشباب الآن أيضا للنساء كلمة فهذه سانحات ندعوكم مع كلمة المرأة والأستاذة حبيبة مقود فتتفضل مشكورة. أسكري وي ما بيكنا كلمة تروق دي فوديجا لوم تين توما بيي وتين ريل توما بيي ريل باي وتون كان كان دي باي بيا كميان كاي نور شالا شوك تي بي اي جو رون تو ميان كاي حبيبا انا المجد لله في العلا وعلى ارض السلام السيد رئيس منطقة أبيان مولانا جان أروكوال الرفيق نائب الحاكم رحمة الرحمن اسمع ديني شان شوي رئيس المجلس شان شوي ضيوفنا الكرام بمقاماتهم المختلفة جماهير لكم منا الشكر والاحترام نيابة عن تجمع نساء الحركة الشعبية في منطقة أبيي نقف أمامكم الآن لكي نتحدث عن ونرحب برئيس المنطقة أبيي السيد مولانا جين أروكوان. السيد الرئيس لقد أنا مواطن منطقة أبيي فترة طالت ولقد انعكس التقلبات الإدارية على سوء كل من الخدمات الأساسية في المنطقة والذي يتضرر منها إنسان المنطقة في شكل خدمات التعليم والصحة وغيرها من الخدمات الأساسية.
السيد الرئيس من أولياء تجمع نساء الحركة الشعبية منطقة أبيي هي توفير الأمن والاستقرار بالنسبة لمواطن منطقة أبيي وخاصة في مناطق الشمالية منها. السيد رئيس المنطقة لقد أتت أولياء تجمع نساء الحركة في الحفاظ على حق مشاركة المرأة في كل مستويات الصوبة وفقا لاتفاقية السلام الشامل. السيد رئيس أيضا كانت من أولياء المرأة منح المواطن أبيي حقها في الانتخابات القادمة وإعداد منطقة مواطن منطقة أبيي في الاستبداء أي توعية منطقة أبيي في كيفية الحفاظ على حقها. السيد رئيس المنطقة أتت أولياء المرأة بتشجيع العرض الطوعي الحقيقية لأبناء المنطقة حتى يستطيع المنطقة أن يمارس السلطة وتنمي بوجود مواطنيها في كل أرجائها. السيد الرئيس لقد تلمس التجمع نساء الحركة بعض البنود الخاصة باتفاقية السلام الشامل وطالب المرأة من الحكومة الوحدة الوطنية بتفسير بعض البنود الغير واضحة في قانون الاستفتاء الخاصة بمنطقة أبيي. أيضا تطرق أولياء المرأة في استكمال ترسيم حدود المنطقة بما ورد في قرار المحكمة الدولية في لاهاي. ومن هنا نقف ونشكر كل الحضور الكريم ونقول شكرا لكم. الليل بوتر جيكوين تنا كوم ديور كوم دباني جول غو غتون جاغا باني لچو بان تي پين بان تي گام بان يون يون بان تي بي دريوجا بان تي دنيل بان تي دجا بان تي درا نياما بان تي پين او بي تين نو مو تين تون گام مون تي نو بي گو گي جا تو ني دا بي الوسادا ابيبا مونگوك ممثل جار المرا دين جوليجا الله يبارك في كنا يوم أنا وغالبين غلنا وغالبين غلنا لندى تمني من تجاك جاك تني تني جنار نارا تني جيم تني جنوب تني موعا تون جاكا فان دي تجوكا فان تبينا وغالنا فان دي تباي موعا تون جاكا فان دي تباي موعا تون جاكا الرفيق والدم ولا دولا مسلم إلى حليا. عزبي يا مياي بعدما استمعنا لكلمة المرأة دعوني لأقدم كلمة الإدارة النحلية عنهم السلطان كول دين كول فيتفضل مشكور. عزبي يا مياي ما أتقول يا مياي رئيس الإدارة ونائبه رئيس المجلس التشريعي والأعضاء المؤخرين وكل الحضور، عز علي كثيرا أن يغيب الترجمة من هذه المناسبة العظيمة وخاصة كلمة الشباب كان يفترض أن يترجم، لذلك سأختصر حديثي بلغة الدينكا ولو خانني التعبير في ذلك. وللإخوة الذين لا يتعبرون لغة الدينكا إيجاد طريقة للتلقي معاني كلمتي. وكايكوا
يوبر واتكاد من وجلا كل قرار هو نام شيء كنا مجين ويجين حركة شعبية شيني على الباي ويجين حركة شعبية شيني على الشاك أي أتاك ونقول ده ما ده ون كيران جين ونقول توه كيران جين لكن على حركة شعبية باي أيام كيكن يروم جندا يقولا كده أكيندا ينير كمان ناشك ده كم بن كشيلويل كايكو كنا دب جيو أبوشي عندا قولا جيك بيلا يد كده كايكو أنتيارو لأنه بنيك هاي روب جيت كده كي وينعك وكده كي وينعك كي كايك كي كايك شو كمارد كرام شيب دب تلتو كبو كاي نيمبال كبوتين أيامي شيء عندي كاشن كراي إير لوي كاي لام أيه ويندا أشوف كوي شكوان شور لوي لام كاي كوان تاب بيننام كام جور كرمان جان تاب بيننام أشوف ما نجاتي قايشي روم شيب بيكلا تين قارم شيب ملكي أكيا كي تيركنا أكيا كي كاي رينوك وأكيا كي كابي كاي ريوك كوجال كاي نيندا بنا نام لانو كاي أبو بني كوبي كواني كويين أشيدي كي روم شيري كاي روتي سلام نوان شيتي دمون كوشو كاي شغروري أتين أبي جوين نمرا غرو كاي ريوك بني أكيا كوشيني أليتها ما كنا كروم شيب وون kubi dabli wena ke to ka me jur ke kai kwa na biem na bye acha diga diga di ki ko wel wel men kwa shi la du kwa ko ya ge dur ade ko de ko ke kiu ala we bu ko lo la wala kai ka ri o se de gbir ya ke ye ne ke ko to la nganya ka wa ti ko du la nganya na kai kwa na dabloy ko bukoy bukoy lan e goma ke tinu ki ku che mo dan karan takir wala ran ta biye ashi bila la nabiyal tagi inu riyo abudan na tayar riyo da abudan na tayar ko ye na shiro ina kum da anta biye ko kum da anta lopi e mo chi ye no wo be pe ku bi da kum dan be ta go kai kwa ke gwaceri waje na kai riwa da ya kun da halaka wa kawani mai wada am kuwa bem ceriyo e kana ke ke cuto yan e ben yi ke ga kun de ku bi ridi garo ya tin ku ba bi lalan suwayen titi du ko wala suwayen jam bi ko nye jam e ko tiago ko ku bi ce na ka bere loyi du ko nye ke na kalatwen wo baina kemien ja le kai kwa ke ku bu kai ro ja ri epin ku bitin bitin a wadaya tin ku ta ke shi wo ti ko ku ki che da salam ku ci da lan ka tin ku ki cham da bu ba lo wo ki cham me nga de me ye ko ki cham me nga de ra sa ko ke ko ngong yin ku ke kai to ga yin na ko ri ru pin bin ya ga lu yi kede na du na ga lo ya pai na rap na ga tu ra pai na kwa de ke ne ki cham lo yi na to ga di akul bi nga da ya ki cham da wo a ya go to bik li u kam ko e ye ne a yi ko ta jur ke ne ke pen ben ke ke na baran pe yi cham mi ju mi ne randu kuma da waye ni ga baro ni ga bi ka da ni mu ka sha go to ka we ga da a wadi shin ka da ka no ka mo na ye da no ro ju bala la bala lu yi wa ko ban e ye ne na chi ko be nyo ka ko na ko ri ru pin ni mana kara na ko tun ken ga da rum tin wan lo ka ja e bango amien ko wintin
ishi ko re na kan tagi kulil ki ka tembunam wa she wini ko mo cho mo che cho mru na won tem ki em emana kuki alif cho al sha jo e ka bo ka di ka ba bo ka di chen bi te gi ba na ade ke bi te gi ye lo ye ko diem na akuma aron ke bi aya kuma noy kai ko ba kai ben noy aya kuma tin gamye miyuk bin ka bana tiri yen wala ya kuma binaran a ci da abu yen ka kuma bin ka ben noy na ta gani da yake bin ka ben noy ka ta ku shegara da kai kwancho kita auto wuguna ko mi sharage ko yi bula noy wobe na lui dan ko ga lui dan wobe kitan ti won bi ma chatmana we ga ba ga nyoko map wa lang nyale ti bi to ga fiyal gu ko bu kay la twen e ko fiyal gu ko lay ko ko da u ka nyar bay da ko ta da ban a che ke ni jure to en pel ko woni aye kraj ke ni jure di ga ngam ko nyuuji kany ko jam kany ko noel ngagi de na ci chak dal ter ko win ci ye geen mana ko tol ko nam ram ko ay ram ko mu ngeen mi yi de mu a taal ka tom na madik ko ka yaangi ci ne ko koy to taw de ka koy kwa ayi koy kwan to wehda koy kwan to shamal bahrul ghazal ko koy kwan to waram acin kreel tatin acin kreel tatin la lu ke ko kwa ku kwangi chenga ku chenga ke to akre guben kam monja mutu monja anto shamal bahr ghazal wala monja anto warab wala monja anto wehda achata we to tin la lu ko ke ko rutin ku kiteri alim kiteri alim yen ka yopin ayi pin la jur ku rani lo le kene ke pa na bi ku kene ke pa le no ayi ar ke ni le chen ke ke pe sha ga juru khartu wa banen ba ci tawan ci wogla aka ni ar ku bi ke le ban chen ke go ke man ku ke rani lo le le ru ga che ko ni bi aga na ran medodu ku cha grod ma do aye lay ko bu ben to kay ran we a chim nang ba le ke ni wa ma to bu le gen a cha to le lon ter na je wi che ba be nyo ko ke nyu mo ko tore ya le na ko to le to be tore a che tore ran to ke ni le na de ra ri le ko nyu tore dik ku to kam da ka ke da mbi jo da liu ke da mbi jo da liu ka chi ko ko ni for e ye na a che ke le ko ke ken bu ko da ni wo bu dia ku ke ken bu wo ga cha ka biyo ku ka biyo ku e na ni ke da na ke biyo e na ni ke da mbi ko ni wo a chi ko da kwan jo ku ga cha ka le wa chen ka ai على اللجنة العليا لهذا التنظيم الشامخ والذي جسد معاني السودان الجديد. لذا في هذه السانحات نقدم لكم الأستاذ جون أجان كير ممثلا للجنة العليا للتنظيم، فليتفضل مشكورا. راني بوك تشوفو بوبيتو أجغرلتو irani chol to na jang ke ko ji gur no ni yen chi lor no tan bay ndandit yen mor nga na ma kol kan jo na jang abla to nge ge wa den chip ci la bi ci espole mo yo espole mo yo espole mo yo espole mo yo kamar maulana dai marab
منطقة أبيي الأستاذ رحمة عبد الرحمن النور رئيس الإدارة بالإنابة كاميرا تشارلز جوك أبيي رئيس المجلس التشريعي كاميرا مولانا دينا شويل أبيزا الرئيس النيابة في منطقة أبيي بروفيسور مجمير دوني منتوب مجلس الولايات الأستاذة ميانوكوال المجلس الوطني السادة أعضاء المجلس التشريعي السادة قادة الأجهزة الأمنية بمختلف مقاماتهم الجمع الكريم منظمات المجتمع المدني نساء شباب طلاب المنظمات العالمية اليونيس اسمه لي باسمكم جميعا أن أزب أهل وأهرى تهاني للإدارة الجديدة بقيادة كاميرا مولانا الدمارب الجمع الكريم داني أبركم وباسمكم جميعا أن نكذب دعاة النزعات الشخصية وأني باسمكم جميعا أن نقول أنك مولانا بن عرب أن الحشد أمامك أتوا إليك مساندين لك معك في كل حال وفي كل شيء لكي يكذب عنك ليس لديك شعبية في منطقة أبيي جماهير منطقة أبيي أيضا باسمكم جميعا دعني نقول ونرسل رسالة واضحة لقيادة الحركة الشعبية ونقول مبروك في اختيار قيادتك الذي نازل في الانتخابات المقبلة إن شاء الله وعلى رأس كاميرا ياسر سيد عرمان المرشح لرئاسة الجمهورية دعني نقول لك كمان باسم جماهير منطقة أبيي إننا سيدنا لقائدك الفس مولانا دين عرب لم يخصمنا إلى من ولا من لا يكون معنا في أراؤنا الجمع الكريم أبركم أيضا أشكر اللجان المختلفة لجان الترحيل لجان الخدمات لجنة التابعة والإعلام إن هذه لنا ونواجهنا صعوبات فإن الشكر والفضل برجع لربنا أعطانا الصحة حتى نقف الليلة بهذه الصورة البسيطة نهديها للإدارة الجديد لكي يكون عملا في تخطيط وفي العمل في الأيام الجاية الرفيق دين عرب وحكومتي الرفاق في الحزبين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية نقول لكم إن المواطن البسيط ينتظر كثير والكثير منكم وهذه الانتظار لن يتعاطى إلى بدكاته معنا كلنا وسنظل سندا لكل من كان يقود المنطقة إلى بر الأمان لا للتكتلات الجهوية لا للنزعات الشخصية فليسحب الأشخاص إلى الجحيم ولتبقى المنطقة آمنة مستقرة حملنا الأول والأخير هي خدمة مواطن منطقة أبيي وفقكم الله وسدد خطاكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الدكتور كارلو جورج يني رئيس المنظمات الجاثين كاونين أبنى تندبوي ويك شعب أبيي وغاتل الليج الليج بوت اللور شوية بين اللور آخنا فعندون هذه طاعم دفاي فعندون هذه طاعم دفاي هذه ميدي
بن جو بنا خلا ويا جو كله يبي ويا رشي في جام غنري يين كرتين كير عارلة يقول لا يرني